السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. انشقاقات تهدد أكبر التحالفات السنية في العراق، والتعسف بالقرار أبرز الأسباب. قانون الضمان الاجتماعي يطرق أبواب البرلمان ويرتقي سلم التشريع وقريبا يدخل حيز التنفيذ. تحالف السيادة اللي سار بقارب الوحدة السنية وكان يمني النفس في الحفاظ على علامة الضم شيء آخر، لكنها أمنيات لم يكتب لها الإجراء النجاح. ما زال يستنزف من كيانة بعد حجم الخلافات اللي عززتها الانسحابات ولم تشفع لها حالات الضماد الداخلي. وصل الحال في فقد الأعضاء المؤسسين بعد مدة وجيزة من الإبحار، ورغم اختلاف الأسباب إلا أنها تتركز في محورين: البعض يرفض الهيمنة والانفراد بالقرار، والآخر معلقا على التنصل من استحقاقات الانتخابات. وبهذه المعطيات فإن الحديث عن تحالف السيادة أصبح من خبر كان. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هاي الليلة، فإن قانون الضمان الاجتماعي اللي أبحر السفينة في بيت التشريع وتم التصويت على 35 من مجموع 110 من المواد القانونية، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حصوله على استحقاقاته أثناء الخدمة وما بعد إحالته إلى التقاعد، وهو بذلك يدعم من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن كونه بلورة حقيقية لرؤية الحكومة في دعم القطاع الخاص وتعزيز التوجه نحوه لما يحمله من مواصفات جديدة تساهم في إحداث متغيرات نوعية في تأمين مستحقات الحياة للطبقة العاملة. هذين الملفين مشاهدين أحب راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيوفي الكرام الدكتور زياد العرار الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي، حياك الله دكتور. وكذلك أرحب بالأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، وسينضم معي عبر سكايب الشيخ ضار الدليم الناطق رسمي باسم الحراك الشعبي لإصلاح الأنبار. أبدأ مع حضرتك دكتور زياد، نتحدث عن انسحاب النواب من الكتل
يعني إذا ما اعتبر هذا الموضوع أمرا طبيعيا وشيء روتيني، لكن نتحدث عن حجم الانشقاقات في السيادة، هل هذا الموضوع أيضا يعد طبيعي بالنسبة لتحالف كتحالف سيادة؟ شكرا أستاذ أحمد، مساء الخير لحضرتك والمتابعين وضيوفك الكرام. سفن السيادة داخل المكون السني بدأت بالإبحار باتجاه الصراع الانتخابي المبكر، وسفن ومراكب عديدة أخذت موانئ جديدة، اتجاهات جديدة، خارطة جديدة ضمن البيت السني، لكن السيادة ما زال متماسكا وبنفس قوته في ائتلاف إدارة الدولة. وهذا يعني أن الصراع الانتخابي أو النزاع الانتخابي المبكر قد بدأ في البيت السني على انتخابات مجالس المحافظات. الانقسامات والتغييرات في المواقف السياسية داخل السيادة ومع السيادة وبدون السيادة بالتحالفات الأخرى، تحالف عزم، تحالف الأنبار، القوى الناشئة، القوى العشائرية، الصحوة، غيرها، هذه كلها تحركات بخطط جديدة باتجاه تهيئة المواقع لهذه القوى السياسية القديمة الصقور الشبابية الحالية المؤملة بأن تظهر إلى السطح وهي الأحزاب الجديدة ليكون لها موقع جديد في الانتخابات المحلية المقبلة، لأن القناعة أصبحت لدى القوى السنية بأن من سيكون موجود في الانتخابات النيابية ويستحصل على المقاعد سيكون له القوة والدور في الانتخابات النيابية المقبلة، وهذا ما جعل الصراع الانتخابي، وأقول الصراع الانتخابي، مبكرا وليس التنافس الانتخابي. لذلك ترى ورأينا وسنرى انفراجات في المواقف وتغيير في الرؤى، لكنني لا أعتقد أنها ستذهب بعيدا عن رغبة الزعماء والكبار حتى وإن كان خلف الطاولة. طيب، هذه المفردات اللي يتحدث بها الدكتور العرار أستاذ حيدر، حياك الله مجددا، نتحدث عن حالة عدم السكون في هذا التحالف في الساحة السنية عموما، هل هذا الموضوع يرتبط بغياب الأفكار، يرتبط بغياب البرامج، تسيد الهيمنة لربما، نقصد بها الهيمنة الشخصية والبحث عن الزعامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وزميل أستاذ أحمد، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفيك الكريمين، حياك. أنا حقيقة أختلف بعض الشيء مع ما ذهب له الأخ الضيف دكتور، أنه السيادة لا زالت موجودة. أنا أعتقد أنه العنوان موجود لكن المضمون قد اختفى باعتبار الصراع الحالي هو ليس صراع انتخابي. دكتور زياد وضعها ضمن وجودها ضمن دائرة تحالف الدولة، دائرة تحالف الدولة كعنوان موجودة، لكن كواقع هل هي موجودة فعلا؟ باعتبار سيدي الكريم هنالك اختلافات ما بين الزعيمين الرئيسيين في تحالف سيادة، الخنجر والحلبوسي، هنالك العزم التي هي كانت الجزء الآخر من تحالف سيادة قد حقيقة تفتتت وأصبحت هنا إلى اتجاهين، عزم الخنجر وعزم السيد المشهداني، وكذلك بعض السياسيين السنة الآخرين، أيضا القوى الناشئة الموجودة في محافظة المنبار وفي محافظة الموصل التي اعترضت بشكل واضح على أسلوب إدارة الملف في هذه المحافظات من قبل السيد الحلبوسي وسيطرته أو محاولة سيطرته حقيقة حتى على الجوانب التنفيذية في هذه المناطق، جميعها حقيقة أودت بهذا المكون إلى التفكك، وبالتالي أصبح هذا المكون عنوان للتفاوض، لكن كواقع حال هو غير موجود. أولا حتى أنه أنا لا أتفق مع قضية أنه هذا الخلاف هو خلاف تنافس انتخابي باعتبار الانتخابات المحلية على الأبواب. أنا أعتقد قد سبقت هذه الحالة أنه هنالك مرتين كان هنالك تجميع أو جمع لتواقيع من نواب سنة من أجل إقالة السيد الحلبوسي في هذه القضية. الانسحابات من تحالف تقدم أولا من ثم تحالف سيادة حقيقة كانت على أوجها في تلك الفترة، وهي سبقت إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعدا للانتخابات المحلية. إذن الخلاف واضح، خلاف بنيوي ما بين الأطراف السياسية الموجودة في المكون السني، رفض واضح من القوى الناشئة والقوى الحليفة أيضا في السيادة للهيمنة الواضحة
والمحاولة على السيطرة على جميع القرارات التنفيذية من قبل السيد الحلبوسي، والدليل واضح هنالك مرتين، وأنا قلت قبل قليل مرتين كان هنالك طرح لسحب الثقة من السيد الحلبوسي. إذن أنا أعتقد أنه تحالف سيادة كعنوان موجود لكن كمضمون قد اختفى في هذه القضية، بين العنوان وسوف نشهد نهاية هذا التحالف مع الانتخابات المحلية. طيب الانتخابات هي الفيصل. حياك الله الشيخ ضاري الدنيامي الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي لإصلاح الأنبار، تنضم معي عبر سكايب. نسأل حضرتك عن الخلاف الضمني بين السيد الحلبوسي والخنجر، هذا الخلاف هل يعني اصطفافات جديدة قد تترجم خلال المدة المقبلة، خاصة ونحن يعني نتحدث عن معلومات رشحت للإعلام عن قرب استقلال السيادة عن تقدم؟ مرحبا بك في نصر الكريم وبمشاهديكم. حياكم الله. الكريم. حقيقة الخلافات التي تحصل في تحالف السيادة من جهة التكوين الذي يتزعمه السيد خميس الخنجر والتقدم الذي يتزعمه السيد الحلبوسي بصراحة وصلت إلى مفترق طرف، وهناك يعني عمل حثيث وجاد من أجل تشكيل جبهة جديدة لخوض الانتخابات المقبلة بمنزل الحزب التقدم. إذا تسمحني أخي. نعم تفضل شيخ. وغدا سيشهد أول تجمع لسيادة ضم إليه حزب التقدم برئاسة بشار الدستوري، وسيحضر هذا التجمع شخصيات سنية كبيرة منها في العملية السياسية حاليا ولديها نواب، وشخصيات أخرى داعمة لهذه الجبهة التي تتكون الآن، إضافة إلى هناك تفاهمات وصلت إلى مراحل نهائية بين تحالف السيادة وعزم برئاسة السيد مثنى السامرائي. حقيقة المعطيات تشير إلى أنه لا يمكن في الوقت الحاضر أن يستمر التحالف السيادة وتقدم ضمن سقف واحد في العملية السياسية. طيب. يضاف إلى أن هناك جهود ساعية وحديثة باتجاه إقالة السيد الحلبوسي واستبداله بشخصية من المكونات السياسية التي تشترك ضمن يعني إذا كان الذهاب إلى هكذا حل، ولكن يجب أن نعود إلى المحافظات. الشيخ اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور زياد العرار. دكتور نتحدث عن تضاؤل زعامة المكون والتركيز على زعامات المحافظات، هذه الجزئية برأيك هل عمقت من التشظي السني؟ يعني هو أنا لا أتفق مع كلمة التشظي السني، وإنما أتفق مع كلمة الرؤى والانطلاقات الجديدة للفعاليات السياسية السنية في مضمار الوصول إلى الانتخابات المحلية. وممكن أن أقرأ لك الخارطة بشكل عام. نعم. الخارطة اللي تحدث عنها لما سألت الشيخ ضاري عن اصطفافات جديدة ما كان مؤيد لهذا التوجه. يعني هو الخارطة الجديدة أو تقرأ باتجاهين، باتجاه الأول الخارطة السنية بشكل عام هاي ممثلة بعدد النواب الموجودين حاليا اللي هم بالسيادة الأغلبية، والجزء الآخر في عزم، وهم متفقين على ورقة الإصلاح السياسي وورقة تشكيل الحكومة، ولا توجد بينهم مشكلة في ما طرحوه على القوى الأخرى في إدارة الدولة سواء الكردية أو السنية. وبالتالي عندما نتحدث عن وجود خلاف، لو كان هناك خلاف لأعطوا أكثر من ورقة، هم أعطوا ورقة واحدة مع خلافاتهم الموجودة البينية. هذا بالرؤية العامة. بالرؤية الخاصة إذا جزأنا المحافظات هناك عدة أسماء وعدة مشاريع تقرأ. يعني مثلا تقدم لديه مشروع سياسي سيدخل به منفردا لا يريد شريك في العمل الانتخابي المحلي القادم، ولذلك السيادة يذهب بالسيد الخنجر أو المشروع العربي ومن معه باتجاه تشكيل تحالفات جديدة. وهنا أقول لك سنقرأ وسنرى توقع تحالفات جديدة ما بين المشروع العربي الشيخ الخنجر، وقد يكون مع عزم، وقد يكون مع أحزاب جديدة،
وقد نرى تحالف الشيخ جمال الضاري مع الحزب الإسلامي، وقد نرى تحالف التحالف الأنبار الجديد مع قوى سياسية داخل الأنبار، وهناك أكثر من طرف سياسي في الأنبار وفي بغداد يختلف عن بعضه، وفي الموصل نينوى هناك أطراف سياسية جديدة قد يكون لها رؤية جديدة وموقف جديد. هذا يدخل ضمن التنافس على الموقف الجديد في إدارة المحافظات. لأن أنا أتكلم مع حضرتك ومع الجمهور بصراحة، الآن أصبحت واضحة المسألة، من يسيطر على مقاليد السلطة السياسية والتنفيذية يستطيع أن يستمر في المشهد. لذلك الصراع يعني أصبح قوي جدا على مجالس المحافظات حتى تكون هي المفتاح إلى الدخول إلى الانتخابات النيابية، على اعتبار أنه من سيكون متواجد سيوفر خدمة، سيوفر تقارب مع المواطن، وبالتالي أنا أقول بدأ الصراع الانتخابي في هذه المرحلة. هناك رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الأسبق عاد إلى الساحة واليوم هو موجود. هناك رؤية جديدة للصحوة، الصحوة المتمثلة بالشيخ سطام والشيخ ضاري، المتحدث الدكتور ضاري الآن معنا ضيف، وهناك رؤية للصحوة بالشيخ أحمد أبو ريشة، وقد يذهب مع تقدم وقد لا يذهب مع تقدم. هذه في داخل البيت السني انقسامات سياسية. طيب. لكني فقط أشير إلى حضرتك وأنا مسؤول عن كلامي، لا يوجد خلاف حقيقي ما بين بالتحديد ما بين الحلبوسي والخنجر. رئيس البرلمان السيد الحلبوسي وأمين عام مشروع العربي زعيم السيادة الشيخ خميس الخنجر لا أعتقد أنهم بوقت يستطيعون الفراق عن بعض، لأن مشروعهم الاستراتيجي هو واحد. وعندما نتحدث بالرؤية الاستراتيجية لا ننسى الراعي الخارجي والعوامل الداخلية التي أوجدت أرضية مشتركة للرجلين في أن يكونا معا. إذن بعد الانتخابات سيكون هناك شيء آخر. عدم الافتراق أستاذ حيدر والراعي الخارجي اللي بهذا التعبير نصص عليه الدكتور زياد لدرء تعاظم هذه الانشقاقات في التكتلات السنية أو لاصطفافات جديدة أيا يكون السبب، هل راح نشهد حالة تدخل إقليمي ودولي لرأب هذا الصدع كما حصل في جمع تقدم وعزم في تركيا؟ حقيقة أجبتني هذه العبارة الراعي الأجنبي، يعني عبارة منمقة وجميلة جدا لإشارة للتدخل الخارجي بالسياسة الداخلية العراقية. وبالتالي نعم، أنا أعتقد أنه الشعرة التي تربط ما بين السيد الخنجر والحلبوسي هو الراعي، مثل ما تحدث زميلي هو الراعي الخارجي. وبالتالي أنا أعتقد تركيا وبعض البلدان الخليجية هي من تضغط على هذين الزعيمين بضرورة البقاء مع بعض، باعتبار بقائهم مع بعض يكون لهم دور بقضية التحالفات ويكون لهم دور في قضية القرارات وإدارة الدولة الاتحادية. إذا ما انشق هذين الفريقين، وهم بطبيعة الحال منشقين باعتبار التصريحات كانت واضحة من كلا الطرفين، الحديث الداخلي وخرف الأبواب المغلقة عندما استمعنا له وجدنا هنالك خلافات وصلت هذه الخلافات حد الانقسام. لكن أيضا أعود إلى كلمة الراعي الخارجي، ومن حقيقة دائما يبقي هذا التحالف حيا أو يبقي هذا التحالف كواجهة سياسية معينة للقوى السنية بأن يكون لها وجود ويكون لها عمل داخل العملية أو بودقة إدارة الدولة العراقية. لكن بطبيعة الحال نحن حتى إذا ما ذهبنا واختلفنا بكثير من الآراء والنمط والتعابير والاصطلاحات الخاصة بقضية إدارة الدولة أو بقضية رؤية وتفسير الانتخابات القادمة، سوف نصل إلى نقطة على أنه جميع القوى السياسية وأعتقد الأخوة الضيفين قد اتفقوا معي على هذه القضية، على أنه تحالف سيادة سوف لن يبقى تحت هذا العنوان، وإنما سوف يكون هنالك حقيقة تجزؤ أو هنالك انفراط أو هنالك نزول بقوائم مستقلة عن هذا العنوان. كل قائمة وكل حزب وكل اتجاه لديه رؤية ولديه فكرة لإدارة الدولة ولديه العزم بأن يكون له صاحب السلطة العليا. لو سلمنا بأن هذه الخلافات هي خلافات مدروسة ومحسوبة كما لا أستاذ أحمد، أكو نقطة جدا مهمة في هذا الموضوع، النقطة في هذه القضية أنه من يستطيع أن يحصل على الأصوات الكبيرة في مجالس المحافظات تكون له السلطة العليا على القوى السياسية الأخرى ويصبح هو صاحب حقيقة الإرادة إذا ما
ذهبنا إلى انتخابات مجلس النواب العراقي، وبالتالي أيضا يسعى السيد الحلبوسي أن تبقى لديه السلطة في المجالس المحلية من أجل أن تبقى له السلطة في إدارة مجلس النواب العراقي. طيب مو هنا إذا ما سلمنا بأن هذه الخطة خطة استراتيجية للطرفين للذهاب إلى انتخابات مجالس المحافظات ومن ثم الدخول إلى مجلس النواب بأريحية. شيخ ظاهر نتحدث عن نواب كركوك، نواب ديالة اللي يشخصون أسباب انسحابهم لتفريط تقدم بحقوق محافظاتهم، وهذا بطبيعة الحال حسب وجهة نظرهم ما ينسجم مع الشعارات اللي رفعت قبل الانتخابات في صون هذه الحقوق. حقيقة بودي أن أشير إلى نقطة العامل الخارجي. تفضل. ينظم العلاقة ما بين السيد القدر والسيد الحبوسي. بصراحة يعني العامل الخارجي اليوم يجد نفسه في حرج أمام الفعاليات السياسية السنية الأخرى بسبب هيمنة السيد الحلبوسي وسلوكه السياسي الغير منضبط معه وتعامله مع شركائه من المسلمين. هناك عناوين سياسية بدأت تضغط على هذا العامل الخارجي، و بدأ العامل الخارجي بصراحة يتخلى عن دعمه لهذا الموضوع، إضافة إلى أن السيد الحلبوسي قطع وعقد مع بقية المكونات السياسية سواء من الأخوة الشيعة أو من الأخوة السنة الآخرين المشاركين أو من الشخصيات العملية السياسية. طيب. أوعدهم بأنه سوف يخرج من يعني هذه الوعود شيخ، هذه الوعود هل هي لعدل المكون السني بصورة عامة؟ نتحدث عن نواب كركوك وديالة اللي شخصوا هذا الموضوع لهاتين المحافظتين. نواب ديالة وكركوك بصراحة وجدوا نفسهم يعني ملحق وراء الذي يقوده السيد الحلبوسي بدون ضمانات وبدون حقوق، ووجدوا انه شعروا يعني انه ليس لهم دور في قرار السياسي السني وليس شركاء في ما يجري، بل السيد الحلبوسي هو من اخذ على عاتقه بحكم منصبه رئيس مجلس النواب او كما يطرح نفسه زعيما للمكون. وجدوا انفسهم لا حول ولا قوه لديهم ما يفعلونه في إجمار هذا الشراب هذه الشراب، يعني وجدوا أنه من الأصلح لهم أن يكونوا خارج هذا الحزب وأن يلتحقوا في المستقبل القريب مع تحالف سيادة الذي يحمل جهود حديثة مع بقية المكونات السياسية السنية داخل العملية السياسية وبعض الشخصيات السياسية السنية الفاعلة في عملية تغيير السيد الحلبوسي. طيب اكو متغير ومسار جديد دكتور زياد وضعت خطواته ومرتكزاته العملية اليوم، يقوم على بروز شخصيات عشائرية، شخصيات مجتمعية من البيت السني. برأيك هل هذا راح يضمن هذا الاتجاه، اقصد راح يضمن سحب البساط من التشكيلات السابقة ام راح يدعم احد المسارات السابقة دون غيرها؟ لا، سيسعى إلى مسار إلى خاص، يعني لن يكون هذا المسار هو بتبعية الصقور أو الشباب، يعني الأحزاب الموجودة سيسعى لأن يكون برؤية جديدة، وهناك أحزاب جديدة على المشهد، وأتحدث عن بغداد ونينوى والأنبار، أحزاب جديدة، أحزاب انبثقت وبدأت تشكل الآن تحالفات، طلعنا على بعض هذه التحالفات، قد تكون مع أحزاب ليبرالية وبعضها فيه جنبة إسلامية، لكن الغالبية هم ينتمون إلى مبدأ العشائرية. هذا التوجه أو هذا اللاين الجديد يريد أن يوجد لنفسه مكانه، وبالتأكيد سيحصل، يعني راح يكون موجود في ظل الصراع ما بين الأحزاب الموجودة، ما بين السيادة وعزم وتحالف الأنبار وتقدم والأحزاب التي ستخرج، ما بين هذا الصراع بالتأكيد سيكون له مكان. أنا أقول لحضرتك يعني حتى نكون واضحين، لن تكون هناك في كل المحافظات وفي الواقع العام السني نفس التشكيلة الحالية، سيحدث تغيير بلا شك،
لأن هناك رؤية على الأقل من القوى السياسية بأن تجتهد لتكسب المواطن ليذهب إلى عملية التصويت. وتعرف حضرتك وضيوفك والمشاهدين الكرام كل اللي نتحدث عنه إحنا الآن هو 20% من اللي شاركوا بالانتخابات الماضية، يعني بدنا نتحدث عن الأغلبية البرلمانية. هذه مهمة حتى نعرف بأن إحنا نتحدث عن 20%. فالآن أي واحد يقول أنا زعيم للمكون السني أو زعيم للمكون الشيعي نقول له أنت جيت بال20%، ال80% مو وياك. طيب. وبسألة الراعي أستاذ أحمد حتى هم تكون واضحة. طيب. ماكو قوى سياسية في المشهد العراقي ليس لها راعي. ومسألة أخيرة، نتمنى أن تعي هذه القوى السياسية أن أهمية المشاركة للمواطن تعتمد على ما ستقدمه إدارة ائتلاف الدولة في المرحلة المقبلة. المواطن ينتظر الموازنة اللي يرى فيها ماذا فعلت الحكومة وماذا أوجد البرلمان، والقوى السياسية له في الموازنة سلة غذائية جديدة، خدمات، نعم، علاج، توفير مستلزمات العيش الكريم، سيكون معاول لها. إذا لم يجد ذلك فأعتقد بأن هذه القوى لا زالت تتحدث عن 20%. طيب، الموضوع اللي يشير له دكتور زياد، نسأل حضرتك أستاذ حيدر، أنه قيادات شبابية وقيادات كلاسيكية، هل راح يساهم التمثيل السياسي للمكونات الجديدة أو الانبثاقات الجديدة في بروز قيادات وزعامات جديدة أيضا تطلع للساحة ولربما تتصدى للمشهد أكثر من الوجوه التي هي موجودة الآن؟ أنا أعتقد الوجوه الشابة قد تبوأت مقاعدها واستطاعت أن يكون لها تأثير بإدارة الدولة العراقية، باعتبار السيد الحلبوسي يعتبر من الوجوه الشابة. ولكن دورتين انتخابية، يعني وهذه دورتين برلمانية. نحن نتحدث عن الأعمار، نحن لا نتحدث عن العمر السياسي في هذه القضية. وبالتالي السيد أيضا محمد الشيع السوداني أيضا يعتبر من الأعمار الشابة ومن الوجوه الشابة، والآن آداؤه حقيقة كرئيس للوزراء أداء جيدا، والكثير من يشهد له بهذه القضية. أنا أعتقد والظرف الحالي والواقع العراقي وأيضا الفترة الزمنية الطويلة بعد التغيير عام 2003 ولحد هذه اللحظة هي فترة زمنية طويلة 20 سنة، ولربما الوجوه التي تصدت للعملية السياسية بعد التغيير بعد عام 2003 أعتقد أغلبها قد انسحب من الواجهة السياسية. كثير من الأسماء الكبيرة كانت موجودة، والآن هنالك حقبة شابة بدأت تظهر بشكل واضح وبشكل حقيقي، ليست الآن وإنما منذ سنوات في هذه القضية. نعم، أنا أتفق في هذه القضية أن الوجوه الشابة أصبح لها الدور البارز، كذلك الوجوه الداخلية باعتبار بعد التغيير كانت أغلب الوجوه السياسية المتصدية بنسبة 90% لربما هي كانت مهاجرة خارج العراق وأتت بعد التغيير داخل العراق. الآن حقيقة التوجه أنه يجب أن يكون هنالك فريق شاب بشكل كامل. أنا أعتقد هذه الرؤية أيضا نحن نحتاج إلى وقفة في هذه القضية باعتبار نحن نحتاج الخبرة السياسية وكذلك الرؤية السياسية لبناء دولة عراقية حقيقية صاحبة خبرة ومعرفة بإدارة العمل السياسي والعمل الإداري ورجال الدولة وبناء رجال دولة حقيقيين في هذه لما القضية. لما نتحدث عن الدولة أستاذ حيدر، ودعنا نوجه الكلام للشيخ ضاري، نتحدث عن الدولة، نتحدث عن مؤسسات دولة، نتحدث عن آليات لقيادة هذه الدولة، مكافحة فساد وإيجاد اتجاهات قويمة للحكم الرشيد. قضايا فساد لما تضبط في الأنبار ويتم كشف الستار عنها وتعصب باتجاه جهة معينة، هذا الموضوع برأيك هل راح يكون عامل مساعد في فك الشراكة بين قطبي المكون؟ والله بالتأكيد، يعني الملفات التي ظهرت مؤخرا، ملفات فيها شبهات فساد، خصوصا ملف الاراضي لناحيه الوفاء والهيمنه على السلطه الاداريه في المحافظه وسلوك القمعي لحزب واحد في المحافظه ادى الى تدمر المجتمع والجمهور الانباري. ومن هنا يعني هناك عزم على أن تكون الخارطة السياسية القادمة فيها تنوع من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاجتماعية، وستظهر مثل ما قال أخويا زياد عار يبغاص، وتحليلات سياسية قادمة ستعمل على تغيير الخارطة السياسية والتوازن السياسي في المحافظة. يعني احنا جربنا انه عملية تسليم بأن كرسي رئاسة مجلس النواب أن يكون
من يشغله هو مثل المكون هذا غلط كبير، دفعنا ثمنه من خلال هيمنة حزب واحد على شؤون المحافظات وخلق دكتاتورية للأسف طالت كل شيء وآذت المجتمع، وما نعمل من أجله للمستقبل السياسي القادم في الأمار والمحافظات الأخرى وأن تكون هناك عناوين وشخصيات سياسية متعددة تخلق توازن وتمنع استشراء الدكتاتورية وتنفيذ. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ ذاري الدليمي الناطق الرسمي باسم الحراك الشعبي لإصلاح الأنبار، ضيفا كريما انضممت معنا عبر سكايب، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر عرب الموسوي رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، والشكر الأوفر لجنابك الدكتور زياد العرار الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور علي التمر الخبير القانوني في هذا الملف، وسينضم معي عبر الهاتف السيد أمير المعموري عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية. أهلا بك دكتور، نتحدث عن تنظيم الوضع القانوني للعمال غير المنتمين لشركة أو مصنع تمهيدا لشمولهم بهذا القانون الذي من المحتمل أنه سيرى النور بعد أن نوقشت العديد من فقراته، تقريبا ثلث الفقرات. بالبداية أنا أحيي قناتكم وجمهوركم الكريم. الحقيقة هذا القانون يعني شمل مثل ما تفضلتوا العمال المنظمين الذين هم تابعين للقطاع الخاص اللي يعملون في يعني شركات أو مصانع منظمة ولديهم جداول أعمال، وغير المنظمين اللي هم لم يكونوا يعملون لدى أي جهة كسائق التاكسي أو الحرفي أو العمالة أو كل ذلك. فهذا القانون يعني يشملهم بآلية جديدة لم تكن متطرقة لها بالقانون السابق. نحن نعرف القانون السابق أكل عليه الدهر وشرب عمره أكثر من 50 سنة، رغم التعديلات اللي أطرأت عليه أنها لم يشمل هذه الفئة اللي هي واسعة الوجود والانتشار بالمجتمع العراقي. طيب ما أدري إذا الاتصال تأمن مع السيد النائب دكتور، يعني شو راح يجري احتساب خدمة العاملين في القطاع الخاص فضلا عن
إذا تحدثنا عن الموظفين الترفيع ضمن هذه المعادلة الجديدة، سواء لمن راح يطبق عليهم هذا القانون أو الذين تم خروجهم أو حالتهم إلى التقاعد قبل إقرار هذا القانون. نعم، يعني احنا اذا نتناول احنا الغير منظمين او المنظمين، المنظمين يعني تعرف احنا العامل اللي يشتغل بالقطاع الخاص سيدفع 5% من دخله، الذي يحدد دخله طبعا رب العمل يحدد دخله، و12% يدفع رب العمل، و8% تتكفل الدوله بدفعه ضمان للعامل من الاستقطاعات التقاعديه. ولكن الغير منظمين هاي هي الفقرة الجديدة التي شملها هذا القانون وركز عليها، بأن العامل الغير منظم أو غير منتظم بأي جهة كقطاع خاص، يعني هو من يذهب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعلن عن رغبته بالانتماء إلى هذا القانون، بتحديد الراتب الذي هو يختاره من 350 أو 500 أو مليون، هو اللي يحدد وعلى ضوءه حسب التوقيفات التقاعدية، حسب ما هو يعرف دخله. نعم، ويبدي يسدد التوقيفات التقاعدية بنسبة 5% والدولة تتكفل بالباقي. إذن فهاي إشادة جدا قوية شملت كثير من لم يكونوا مشمولين ما دام هذه الميزات يحتوي هذا القانون. دكتور دعني من فضل حضرتك أرحب بسيد النائب أمير المعموري عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابي. أهلا بك سيادة النائب، تنضم معي عبر الهاتف. نتحدث عن الانسيابية اللي تحققت بالجلسة الماضية ومن خلالها تم قراءة 35 مادة من القانون، راح تستمر كما هو متوقع في جلسة السبت وتتمت بقية المواد اللي يبلغ عددها 110. بداية الحديث تحية طيبة جناحكم الكريم وإلى ضيفك الأعزاء وإلى مشاهديكم الأعزاء. أهلا ومرحبا بحضرتك، حياكم الله. حقيقة هناك نعم التوافق سياسي إضافة إلى توافق نيابي ورؤى موحدة بخصوص ترضية هذا القانون بأهميته. هذا القانون عملنا في لجنة العمل مع منظمة العمل الدولية وكذلك وزارة العمل واللجان الأخرى النيابية الموجودة داخل مجلس النواب، إضافة إلى مشاركة النقابات والاتحادات واتحاد الصناعيين وغيرهم ممن يمثلون شريحة طبقة العمال، لغرض صياغة القانون بصياغة تخدم المجتمع في نفس الوقت وتؤدي الغرض المطلوب فيما ينشط القطاع الخاص. لذلك ضمن القانون الكثير من الفقرات. القانون عبارة عن 113 مادة أرسل من الحكومة، تم التصويت على 35 مادة تقريبا يوم أمس ضمن الجلسة ورفعت الجلسة. لتعلمون أثناء التصويت يجب أن يكون هناك نصاب متحقق على طول ومدار الجلسة، والمواد هي كثيرة، فلذلك سوف يتم إن شاء الله إكمالها خلال الجلسات القادمة. والجميع مؤمن بخصوص أهمية هذا القانون، ونحن حريصين لغرض تمريره وإكماله بصورة صحيحة وتنضيجه بما يساهم بخدمة القطاع الخاص والعاملين في القطاع الخاص، سواء كان المنظم أو كان الغير منظم. طيب سيادة النائب، نتحدث عن الشركات والمعامل اللي لحد الآن لن تفصح عن عدد عمالها، شلون راح يتم التعامل مع هذه الشركات من ناحية إجرائية وغياب قاعدة البيانات في المؤسسات المسؤولة عن هذا الموضوع، وزارة التخطيط وغيرها، شلون راح يعني يطبق هذا القانون وسط كل هذه المعوقات؟ في القانون الجديد تضمنت رفع مستوى الدائرة إلى هيئة بالنسبة لدائرة الضمان الاجتماعي، الآن أصبحت هيئة وتم تشكيل فيها قسمين، قسم التفتيش وقسم الرقابة، قسمين لغرض تطبيق مفردات هذا القانون. إضافة إلى هناك كتب موزعة على كافة الجهات المعنية وإعمام موجود فيما يخص براءة الذمة للمقاولين والشركات وغيرهم، يجب أن يكون هناك براءة ذمة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لغرض صرف مستحقاتهم، فهناك حلقة سوف تكون لغرض نجاح وتنضيج هذا القانون. إضافة إلى هناك كثير من الأمور الأخرى، كانوا شركاء معنا في صناعة هذا القرار وخذ القرارات وصياغة المواد،
هم اصحاب المعامل كانوا جزء معهم ممثليهم واتحاداتهم كانت معنا كذلك. اتحاد المقاولين سوف يكون ممثل في مجلس الاداره الذي هو مسؤول على اموال الصندوق. اتحاد الصناعيين سوف يكون احد اعضاء مجلس الاداره. اتحاد العمال سوف يكون احد اعضاء ممثلي اتحاد الغرف. إذن أساساً سوف يكون هناك تشارك موجود في إدارة هذا الصندوق، التشارك ما بين القطاع الخاص والقطاع العفو وممثلي الوزارة والوزارات الأخرى، إضافة الحكومة الداعمة الأساس في نسبة معينة لغرض التوقيفات التقاعدية. سيادة النائب، الامتيازات. نعم نعم، عفوا قاطع حضرتك، يعني هل أن الإرادة السياسية ستكون حاضرة في إنجاز هذا القانون، وخصوصا نحن نتحدث في جلسة تم إقرار 35 مادة من أصل 110، جلسة السبت هل برأيك راح تعقد؟ قلت أن أكون نصاب وما أكون نصاب، هل هنالك إرادة سياسية لتحقيق النصاب ومن ثم إرادة أخرى لإتمام كل هذه المواد والتصويت عليها؟ لغاية الآن لم تحدد الجلسة حقيقة، لربما تكون جلسة يوم السبت. أكيد هناك إرادة حقيقية. هذا القانون لم يترك شريحة في المجتمع إلا وتم ذكرها في هذا الموضوع. على سبيل المثال، لو احنا اتينا ممن هو منظم ضمن مظله العمال اللي موجودين تحت الشركات والمعامل، هؤلاء مضمونين. ممن هو يعمل بشكل فردي، هؤلاء سوف يتم تضمينهم وفق القانون. ممن يعمل باجر يومي سوف يتم تضمينه. ممن كان يعمل بعقد في القطاع العام واجر يومي في القطاع العام ولم يتم اكماله سن التقاعدي وتم اخراجه من القطاع العام، بإمكان الذهاب إلى القطاع الخاص وتضمينه. هذا إضافة إلى الحراس، الأجراء، أصحاب التكسي، الخياط، غيره من الأمور والمهن والحرف الأخرى المهنية بإمكان الذهاب إلى هذه المظلة. حراس الآن اللي موجودين كذلك بإمكانهم الضمان. ممن سبق وخرج من المعامل والمصانع ولديه خدمة. لذلك إن هذا القانون يطبق على كل عامل عراقي كان سابقا والان لاحقا. نعم، يعني بمعنى ان هذا القانون ما دام يفيد الكثير من الشرائح المجتمع العراقي فراح يفتح شهيه الكتل السياسيه. فهذا من هذا الموضوع من كلام حضرتك. اتقدم لك بالشكر الجزيل السيد النائب امير المعموري، عضو لجنه العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابيه، انضممت معنا عبر الهاتف. دكتور علي، يتحدث السيد النائب عن هذه الاجراءات ومن خلالها راح نسال حضرتك انه لاي مستوى انه لو تم اقرار هذا القانون راح يسحب الضغط على مؤسسات الدولة، أقصد هنا من ناحية طلبات التعيين ويحولها باتجاه القطاع الخاص ويكون الاستثمار أيضا في القطاع الخاص لهذه الموارد البشرية. نعم، يعني سؤال جدا يعني مهم ويتناول هو صلب بالإقرار هذا القانون. تعرف أنت هذا مسودة القانون كانت بزمان السيد محمد شاع السوداني عندما كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. وكان بأدراج مجلس النواب لم يتم التطرق له أو كان مركونا، ولكن السيد الوزير الحالي أحمد الأسدي يعني فعل هذا القانون وتم مناقشته والحث به لإقراره. يعني تعرف أنت الحاجة الملحة لإقرار هذا القانون لتقليل الضغط على الحكومة من التعيينات. الموظف الاعتيادي أو الشخص الاعتيادي اللي يطالب بالتعيين يطالب براتب مستقر وضمان اجتماعي بالمستقبل وضمان صحي، ولكن إذا قر هذا القانون بالآلية التي يعني كانت مسودة القانون وبعد تصويت 35 مادة من أصل 213 مادة، يعني تجد الفوارق بين الموظف الحكومي والموظف والعامل الاعتيادي القطاع الخاص لا توجد هناك فوارق، كلاهما سيتمتع بآلية الراتب التقاعدي التي تضمن له حياة كريمة وعيش يعني عيش ميسور له ولعائلته. إذن الغرض من إصرار يعني الإصرار على سن هذا القانون هو رفع التفاوت بين القطاع العام والقطاع الخاص بجعلهم كلاهما يتمتعون بالضمان يعني ضمان التقاعد. طيب هذا القانون دكتور يعني هل يمثل تطبيق حقيقي لرؤية الحكومة في دعم القطاع الخاص وأنشطته، ما دام أنه أشرت حضرتك أنه لم يكن بالجديد وكانت هنالك إرادة لربما حتى شخصية من رئيس الوزراء بمن تسنمه لوزارة العمل؟
نعم هو واضح يعني احنا نشوف الرؤية الحكومة يعني كانت جادة ولقيت الحلول الحقيقية لحل المشاكل التعيينات اللي مطالبة من أغلبية شرائح المجتمع العراقي. تعرف كلهم يتجهون إلى ضمان راتب تقاعدي وضمان راتب لهم ولعوائلهم، ولكن هذا الاتجاه والشفافية التي تناولته بالإفصاح أغلبية يعني أصحاب المعامل والورش القطاع الخاص وإعلان عن موظفيها أو العاملين اللي داعمين لها وحث الغير منظمين أصحاب المهن الحرفية الخياط والسائق والبنة بالذهاب إلى وزارة العمل ودخلهم ضمن الضمان الاجتماعي والتقاعد، يعني هو هذا اللي سيبحث عليه الحكومة وستبحث عليها المواطن. طيب. كون المواطن يبحث على استقرار مادي له ولعائلته بالمستقبل اللاحق لعمله، فهو هذا اللي حث الحكومة وأصرت يعني رؤية الحكومة بأن سن هذا القانون هو رفع الأبء على تعيينات وإثقال الموازنة بعبء أكثر من ما هو عليه في الوقت الحاضر. هل هذا القانون لما حضرتك أشرت بأنه أكو توقيفات تقاعدية تدفع من قبل المستفيد من قبل صاحب المعمل أو المصنع أو الشركة وأيضا هنالك من قبل الدولة، نعم. يعني تحدث في هذه الحالة أيضا أكو كلفة مالية تقع على الدولة، مدى استعداد المؤسسات التنفيذية لترجمة هذه المخرجات إلى إجراءات عملية؟ ويجوز راح تدخلنا في موازنة، تدخلنا في عراقيل مادية أو إلى آخره من هذه العراقيل. نعم يعني كيفما تكون هذه يعني الدولة هي طبعا هي الراعية وهي المسؤولة عن توفير الرواتب التقاعدية أو حتى المساعدات والمعونات الكثير من يعني احنا يعني اذا نرجع على المشمولين بالرواتب والرعاية الاجتماعية سنجدهم اعدادا كثيرة، ولكن هذا القانون ضمن لكثير من الفئات الغير مشمولة. يعني كيف يعني هسه الصحفي كان سابقا غير مشمول، هسه بامكان الصحفي يعني الاعمال البدنيه والاعمال الفكريه كلهم شملوا. اذا هذا يخفف على الحكومه عدم المطالبه بالتعيينات، تعرف المطالبه بالتعيينات يراد لها يعني موازنه خاصه بها، يعني يراد لهم درجات وظيفيه، خاصه احنا هذا الموازنه لم تشمل درجات وظيفيه، اذا انما شملت المناقله والحذف والتعيين والتحديث، يعني فقط. اذا التعيينات الجديده لما يقر هذا القانون سيشمل كثير من الطلبات بالتعيين وحالتهم إلى الضمان الاجتماعي والتقاعد، يعني يتنازلون عن فكرة التعيين واندراج ضمن القطاع العام. طيب شلون نقدر نعرف من حضرتك أنه مدى موافقة هذا القانون مع التشريعات الكافلة لحقوق الضمان الاجتماعي للعمال، ونقدر نقارن أيضا بقوانين دولية نستفيد منها؟ نعم كثير من الدول المتقدمة تعمل بهذا، يعني احنا يعني ننظر هناك كثير من الدول نسبة الفقر بها متدنية بسبب هو سن هكذا قوانين، هي الدولة تكون تبحث عن هذول وزجهم بالمجتمع بالضمان الاجتماعي والتقاعد، يعني اللي ما عنده يعني احنا نعرف سابقا وحاليا ولو هي غير مفعلة هناك هيئات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة على تأهيل العاطلين على العمل او اللي ليس لديهم راتب مستقر وزجهم بالمؤسسات القطاع الخاص، ولكن هذا القانون بالآلية التي رسمها الوزير السابق محمد شاه السوداني رئيس الوزراء حاليا واللي أكدها السيد الوزير الحالي بأن هو رسم منهاج عام لجميع القطاع الخاص المنظمين وغير المنظمين وكيف زجهم بالمجتمع يعني تقليل العبء اللي كان بعاتق الدولة على وجود لهم فرص عمل. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي التمر الخبير القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف، شكري مرة أخرى لحضرتك وشكر موصول لكم مشاهدي أحبة على حسن